علاش سماوه الحجر هذا البابا؟ هذه المعلومه حتى الناس في المنطقه ما عارفينها. شي جوج هنايا جوج، تبارك الله تبارك الله. غنقسموا البصله الثانيه على جوج. واعر والله الا هادشي واعر، احسن من الطاجين اللي عملته مره اخرى. حبيبي اعطيني شي حاجه المعلومات على هاد الحجره. واش بغيتي نعرف شويه المعلومات؟ اه بالنسبه للناس اللي سقسوني على هاد البلاصه فين جات، كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم مع الفيديو اللي عملناه هنايا. كنشكركم كاملين على التعاليق، وبزاف ديال الناس كيسولوني هاد المسجد فين جا او هاد البلاصه فين جات. بالنسبه للبلاصه كتواجد في قريه السطيحه اقليم شفشاون. بالنسبه للناس اللي بغاو يجيو من تطوان، كتجيو من تطوان الوادله وعاد كتجبروا قريه السطيحه على الطريق الوطنيه رقم 16. ولا بالنسبه للناس د الشاون كيجيو الوادله عاد غتجبروا السطيحه هنايا. وهاد الحجره هذه ولا هاد البلاصه هذه الاسم ديال هاد المصيد الحجره ديال البابا. علاش سماوها الحجره ديال البابا؟ هاد المعلومه حتى الناس ديال المنطقه ما عارفينهاش، قليل اللي عارفه. سماوها بهذا الاسم لانه ملي كيكون بحر هايج اولا المريه عامره اتجاه لتحت ما عندوش شي بنادم من يجوز، ما كاينش شي طريق باش غيجوز الاتجاه ياخذ. ومن هاد الاتجاه هذا كاين الجبل، وفي الوسط ديالهم كاين واحد الباب بحال الباب، الطريق صغيره بحال الباب. علاش سماوها بهذا الاسم؟ وهذا الشاطئ هذا ماشي محروس، يمكن له يجيو ليه العائلات، بلاصه محترمه بزاف واخا ماشي محروس، فيه الامان. يعني اجي نزل الحوايج ديالكم شي عوم مي هذيك حتى شي واحد. كما كيعدلوا هنايا الصياده اولا الرياص او كيصطادوا في وسط الحجره، ولكن المعدات ديالهم الحوايج ديالهم كيخليوها منزل برا. غنزيدو نكملوا اليوم واحد المغامره واعره. هاد البلاصة هادي ما ننصح حتى شي واحد يطلع ليها، والله الا كنت غنطيح. الحجرة صعيبة طلعوا، هاد المحفظة ثقيلة والله الا ما عرفتش شحال فيها من كيلو، بالدرع ما جي فيها قدر رجعني لا وراه كنت غنطيح. يلا خليكم معنا دابا باش نبداو الفيديو ديالنا. المغامرة واعرة وباقي غنعرفكم على هاد الحجرة اليوم. غنعدلوا القيطون ديالنا وغنبداو نصادو ونوجدوا الغدا ان شاء الله إذا شبرنا شي حوت. هذا المصيد ديالنا هنا، غندوزو النهار ان شاء الله، غنصادو واحد الحجره عاليه من العلاوات كما كتشوفو، غنسيبو الداخل والحوت ملي كتجي طلعو كيطيح لك قبل ما يوصل لهنايا. غنصابغي نشبرو شي حوت. السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم معنا في نهار جديد، ومرحبا بكم معنا فيديو جديد ان شاء الله. في الفيديو غيكون واحد المغامره واعره، غنعدلوا لكم المغامره، وكاين الصيد وكاين الطبخ وكاين التخييم تقريبا بحال الفيديو اللي فات، وفي نفس البلاصه ديال المره اللي فاتت. الاسم ديال هذا المصيد الحجره ديال البابا. حنايا جينا لنفس المصيد اللي كيتواجد في قريه السطيحه الحجره ديال البابا، ولكن كاينه واحد الحجره هنايا الاسم ديالها الحجره ديال الحمه،
هاد الحجره متقوبه من داخل في وسط واحد الغار واعر. من بعد ملي صادونا تغداو نبقاو نعدلو في وسطو شي عاومه ونساريكم في وسطو. كيكون في وسطو الماء كيكون واعر، ولكن هاد المره فيه شويه درمل، ماشي مشكل، غنخليكم تكتشفوا معنا هاد البلاصه ويعجبكم هاد البلاصه هذه اللي جينا ليها هاد المره. اللانسي ديالي واجد للصياده، عملتلو سناير بلومو، هذا ساهل كيجيني دغيا كنوجدو، غنصبو هو الاول اللي غنسيبو. الطعم اللي غنصطاد به غنطعمو بالسردين. عندي غير جوج سناير. طريقه الطعم سهله. الصناره الاوليه والصناره الثانيه. غنسيب هاد لانسي غنصبو هو الاولي، عاد غنرجع نعمل شي تشمبيل ولا شي جوج باش يعاونونا نجبر الكود دغيا. يلا خليكم معايا باش نسيبو. بسم الله ان شاء الله تسيب الاولي غنجبروه. المهم خصنا نشبروا الحوت باش نعدلوا الغدا، واخا الحوت شويه قليل عندنا في المنطقه، ولكن غنحاولوا نشبروا شي حاجه، ضروري خصنا الحوت، اذا ما كانش الحوت غيطلع لنا ما غنبقاو بالجوع هنايا، ما جبنا معنا والو من غير الخبز الشحت. عملت واحد التشمبيلي اخر بان لي كضرب شي حاجه، غنجبدو نشوفوا على الله تكون حاصله. طاحت هربت، والله الا هربت طاحت فاين. انا قلت لكم هاد البلاصه غير خطيه حنا الحوت حاصله فيه شي حاجه، دعيو معنا ما طيحناش في حق ضايل. بسم الله خفاف ما بقاش يتخيل. ها هي تشوفها كيفاش كتبيض في القاع اللارانيه. غنزيد نهبط لتحت. عرفتي جوج جوج السليمة جوج مشي لتما. جوج جوج هنايا جوج. تبارك الله تبارك الله. نسيبها من هاد الاتجاه الامن باش ما يطيحوش. اجي نتوما اليوم غنتغداو بكم. الصراحة كنت فاشل مرة والله إلا كنت مفشول. جاب الله جوج د البلامات. دابا ضمن الغدا مضمن أنا وسليمان. غنزيدو نسيبو نزيدو شي جوج اخرين وغنعدلو لكم الغدا نشعلو العافيه. هادو خطيرين مسمومين، وهذا البلام ولا العقرب د البحر كما كتشوفوا عنده ثلاثه الشوكات اللي كيضرب بها. عنده وحده هنايا في الغلاصي من هاد الاتجاه واخرى في اتجاه اخر، وعنده هنايا في الطهر ديالو. هادو اللي في الطهر هما اللي خطيرين. المهم حتى تقتلوهم مزيان عاد تقربوا ليلم، والناس اللي مبتدئين ما تقربوش ليلم مره. المهم عندي بزاف الفيديوهات في القناه، الطريقه ديال التنظيف ديال هذا النوع ديال الحوت، الطريقه الصياده ديالو، الطريقه كيفاش كنعدلوا التنابل، كيفاش كنعدلوا الطعم. المهم دخلوا القناه غتجبروا ان شاء الله كوش، واللي عنده اي سؤال يخلي لي اسفل الفيديو. دابا غنركبوا القيطون ديالنا، واخا كاين شويه ديال الريح غنعدلوه في واحد البلاصه، ملي ما يبقاش الريح عاد غنديه لواحد البلاصه اخرى. بسم الله القيطون انا وجدته هنايا. دابا الريح كينفخ عوجو كامل، كنطلبوا من الله ملينا العشيه ما يبقاش الريح بزاف. كدوا لي فهاد الحجره. يلا غنستناو على الله تزيد تضرب شي حاجه اخرى. جوج الحوتات اولا جوج البلامات هما اللي كاينين. نهار الصياده هاد النهار الحوت ما كاينش مره، العشيه قريبه تجي، غنغسل هاد الحوت غنوجدو غنخليه حدايا على الله نزيدو نشبرو شي وحده. ما شبرناش شي لارانيه ولا شي بلامه اخرى، غنطيبو غير هاد الجوج. اليوم ان شاء الله غنعدلو لكم واحد الطاجين ماشي بحال المره اللي فاتت. هاد المره غنعدلو لكم الطاجين بنفس الحوت هو اللي شبرنا، ولكن غنعدلوه بالبصل والزبيب. غنعدل لكم اليوم الطاجين بالبصله والزبيب بعقارب البحر. بسم الله
اللي عندها مسمومين هلال. وصافي غسلت البصله وغسلت الحوته ومنقي وغسلنا الربيع، غنطلعوا الفوق وغنزيدو نكملوا باقي المراحل. قشروا البصله هي اللوليه. بسم الله. هاد الزبل هذا ضروري جمعوا بلاستيكه باش كنجمعوا فيها الزبل. غنقسموا البصله الثانيه على جوج، ودابا غنقطعوها طروفه صغار، غنشلضوا البصله ديالنا وغنعدلوها في الطاجين. بسم الله. صافي قطعنا البصله بهذه الطريقه هذه اللي غتبان لكم. نشعلوا العافية. بسم الله. غنعدلو غير الطاجين وغنعدلو له الماء ونخليه بصل تشحر على خطرة، عاد غنضيفو الحوت والعطرية. انا عندي واحد الدكه اتاي باش نقوزو بها. غنعدلو هنايا حتى الطاجين. بسم الله. بدا كيشرب الماء، غنستناوه يشرب هذا الماء كامل، نخليو غير شويه ديال المرق، عاد غنعدلو له الليقامه ديالو العطور ديالو، وعاد غنعدلو الحوت، وفي الاخر اخر حاجه غنضيفو الزبيب. المهم خليو هذا يتشحر على خاطرو برياق ديالنا. غيغلي شويه وغنحيدو اتاي، وغيبقى لنا اخر حاجه الطاجين هو الاخر. دابا نعدلو لقمه الطاجين ديالنا. نعدلو شويه الابزار، غنعدل شويه التسكنجبير. غنشبروها البلاب، نعدلو اللوليه ونعدلو الثانيه، واخر حاجه غنعدلو المعدنوس. هذا مغسول عندي. غنخلي الحوت يطيب شويه وعاد غنضيفو الزبيب اخر مرحله. هذا السكر هذا غنضيفو شويه د الزبيب. بسم الله. وغنشدو على الطاجين ديالنا وغنخليوه يطيب، يزيد يطيب شويه ونحيدوه من فوق العفيف. نسيت الزيتون هو الاخر غنعدلو،
اجيو معاك. هادشي سخون. مرحبا بكم كاملين، مرحبا بكم. غنشوفوا هاد الطاجين كيفاش جا. بسم الله. غناكلو وغنجمعوا الجطره ديالنا وغنشبروا الطريق. نعمروا اتاي الدكه. بسم الله. الريح كيطير كوش. غنخلي واحد انا. بسم الله. خبز. بسم الله. والله الا هادشي كيبان كيشهي. واعر والله الا هادشي واعر، احسن من الطاجين اللي عملت مره اخرى. والله الا الطاجين من البصل والزبيب احسن من الطاجين اللي فيه بطاطا. غنشوف هاد البلام كيفاش جا. نقيس الحوت. اللحم بيطه، اللحم بيطه دجاج. والله الا واعر، انا كيعجبني هاد البلام بزاف. غنعطيو المصور يقيص تغدى معنا. مزيان صافي جبرتونا. غنمشيو فحالنا. كنتمنى تعجبكم هذه المغامره ديال اليوم ويعجبكم هذا الشيء اللي عملناه، الطياب الصياده والتخييم. واخا ما تفوقناش في هالفيديو بزاف، ما شبرناش الحوت بزاف حيتاش كاين الريح. الناس كانوا كيصادوا في وسط الحجره وفي الموجه، والناس كيصيدوا هنايا، الناس ما كيشبروا والو، كلشي مشى بحالو. انا وسليمان بقينا صابرين هنايا، شبرنا ديك جوج ديال البلامات اولا اللارانيات، ماشي عملنا بهم الغداء وصورنا لكم هالفيديو. المهم هالفيديو غنشاركو معكم، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. ما غنزيدش نطول عليكم اكثر من هيدا، وبغيت نشكركم قبل ما نساليو، بغيت نشكركم بزاف على التفاعل ديالكم مع الفيديو اللي فات ومع جميع الفيديوهات. التعليق ديالكم كاملين كنقراهم، شكرا بزاف والله يرضى عليكم. كنرضي عليكم كاملين. يلا ما نزيدش نطولوا عليكم. اذا كنتوا اول مره كتشوفوا الفيديوهات ديالي، ما تنساوش انكم تضغطوا لتحت شاركوا معايا في القناه وفعلوا معكم زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا ان شاء الله. واذا كنتوا الاخوان مشتركين معايا في القناه حتى نتوما هبطوا لتحت عدلوا لنا الاعجاب بالفيديو وخليوا لي شي تعليق اسفل الفيديو باش كتحفزونا نعدلوا لكم الجديد. وما نساوش الشعار ديالنا، لسنا الافضل لكن لنا اسلوبنا الخاص. نتلاقاو في شي فيديو اخر وموضوع اخر. مع السلامه.